السلام عليكم. ضجت صفحات ومجموعة نشطة على منصة الفيسبوك بمنشورات منذ قليل تتحدث عن وقوع هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق الشرقية من الجزائر، ونشر العديد من الناشطين على هذه الصفحات والمجموعات منشورات تتحدث عن وقوع زلزال بولاية عنابة، وهو ما أكده الكثيرون عبر التعليقات، حتى إن البعض منهم فروا إلى الخارج خوفا من أن يكون هذا الزلزال قوي. هذا ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية أو مادية باستثناء حالة الهلع والخوف والتي عاشها المواطنون وسكان المنطقة هناك، في انتظار البيان الرسمي من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.